السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو هل يجوز صيام يوم عرفة إن صادف يوم الجمعة أو يوم السبت؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فصوم يوم عرفة سنة مؤكدة لغير الحاج، فقد ورد في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وفي رواية يكفر السنة الماضية والباقية. وأما الحاج الحاضر في عرفة فإنه لا يسن له صوم يوم عرفة، فقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. أما حكم صيام يوم السبت منفردا، يكره للمسلم أن يخص يوم السبت بصيام، لما رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، وهي القشرة تكون على الحبة من العنب، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. وهذا الحديث صححه الألباني، وقد اختلف العلماء في تصحيحه. قال العلماء الذين صححوا هذا الحديث: يكره للمسلم أن يخص يوم السبت بصيام، لأن اليهود كانت تعظم يوم السبت، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم السبت. فإن صام العبد يوم السبت وصام معه يوما قبله أو يوما بعده فيجوز صيام يوم السبت. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. ففي هذا الحديث وكذلك في حديث أبي هريرة السابق دليل صريح على جواز صوم يوم السبت لمن صام الجمعة قبله. وهناك حديث لا بد أن نتأمله ونفقه، وفيه الجواب الصحيح والرد الصريح على من منع صيام يوم عرفة إن صادف يوم السبت، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف صيام داود بأنه أحب الصيام إلى الله، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الصيام وهو صيام داود لا بد أن يوافق السبت منفردا في بعض صومه؟ وقال عنه صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولم يستثني صلى الله عليه وسلم شيئا. فلو صام رجل الأربعاء وأراد أن يصوم يوما ويفطر يوما، فيصوم الأربعاء ثم يفطر الخميس، فإذا جاء الجمعة قلنا له: لا تصوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ثم يأتي السبت فنقول له ما قلنا له في الجمعة، فلا يستقيم الأمر. لذلك من أراد أن يصوم صيام داود فعليه أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، ولا عبرة بهذا اليوم إن كان يوم جمعة أو كان يوم سبت. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه إذا وافق صوم السبت عادة له فلا بأس بصومه ولو كان منفردا، ولو كان منفردا. فما ظنك بيوم عرفة أو عاشوراء؟ وقد ذكر الحافظ ابن حجر
كلاما قريبا من هذا في الفاتحة. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن صيام السبت فقال: وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال. الحال الأولى أن يكون في فرض كرمضان أو كصيام الكفارة وبدل هدي التمتع ونحو ذلك، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية. الحال الثانية أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فقوله صلى الله عليه وسلم أتصومين غدا يدل على جواز صومه مع الجمعة. والشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى حديث جويرية رضي الله عنها السالف ذكره. الحال الثالثة أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ويوم عاشوراء وستة أيام من شوال لمن صام رمضان وتسع ذي الحجة فلا بأس، لأنه لم يصم لأنه يوم السبت، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها. الحال الرابعة أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما، فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. الحال الخامسة والأخيرة أن يخصه، أي يخص يوم السبت بصوم تطوع فيفرده بالصوم، فهذا محل نهي، أي هذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام صريح واضح له دلالات. فالخلاصة أنه يجوز صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء إن صادف يوم السبت. والله عز وجل أعلى وأعلم.